زين كابتن علاء تصريحك قبل المباراه. والله شوف فريقين نفس المستوى يعني ما تقدر تحكم البدايه، مو مباراه قويه يعني، اتمنى الفوز لنا. خلي اقدر اقول ان شاء الله. اتوقع كم نتيجه تخلص كم تقريبا توقعات؟ اذا كان ثلاثة اشواط المباراه بتخلص 3-1. 3-1 بالتوفيق كابتن حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيك الصحة والعافية. أشكر نادي الاتحاد الريف على الاستضافة، ما قصروا على الدورة، إن شاء الله الفال لهم. توفيق أجمعين عزيزي. شجع فريق من؟ من أخوك؟ عمار. توقع كم النتيجة؟ 3-2. توقعاتك المباراة؟ ان شاء الله. العرادي طباعك على البطولة؟ والله تنظيم زين، لاعبين قوى يعني، صق لاعبين فئات بس ناسين يعني زينين. توقعاتك المباراة؟ والله الفريقين يعني قواي، عندهم عناصر بس احنا يعني ان شاء الله نتمنى يعني ناخذ البطولة. بالتوفيق. توقع من يفوز اليوم؟ اكيد ان شاء الله. كابتن عبد الله خالد، اولا انطباعك عن البطوله وتوقعت النتيجه؟ والله بطوله ممتازه الصراحه يعني، تغيير جو في رمضان، اعطت فرصه للاعبين اكثر، للاعبين اللي ما شاركوا ويا الفريق الاول، شفناهم عن هذه البطوله مواهب جديده طلعت، شافات يعني، بطوله ممتازه، اتمنى يعني تتكرر في السنوات الجايه ان شاء الله. توقعك نتيجه المباراه؟ ان شاء الله فرنسا 2-0. توفيق. كابتن محمد عطيه، اولا نرحب فيك في قريه شهر كان ونادي اتحاد الريف. اهلا بك. انطباعك عن اهل القريه والبطوله بشكل عام؟ والله الاول انطباع على النادي اولا، وما شاء الله حاجه كويسه جدا ومتطوره، وهم بيحاولوا يجددوا على طول واللعيبه بشكل كويس، وقد ايه بيهتموا باللعيبه وبالمكان والملاعب خصوصا النشء الصغير. واما بالنسبه للانطباع عن اهل المكان والناس، ما شاء الله حاسس كاني في بلدي بالظبط، وبل افضل كمان، ناس طيبين والتعامل كويس، وحاسس ان انا وسط اخواتي فعلا وسط ابهاتي هنا. وبالنسبه للمكان نفسه والقريه والبيئه هنا، ما شاء الله حاجه كويسه جدا، والاجواء رمضانيه بمعنى الكلمه فعلا، الجو مفرح جدا، وعقبال كده العيد برضه نشوف اجواء عيد مفرحه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله اتمنى النادي يكون في درجه اولى ان شاء الله الفتره باذن الله ان شاء الله، ويحقق بطولات كويسه ان شاء الله، سواء في فريق القدم وفريق الطائره ان شاء الله باذن الله. طيب شكرا، ما قصرت كابتن ونورت النادي والديره. شكرا حبيبي. الله يخليك. 2-1 الاحمر. بالتوفيق جميع. يوسف جابر 2-1. يوسف جابر 2-1. رايك في البطوله؟ أجواء جميلة ورائعة في رمضان، وإن شاء الله تتكرر كل سنة إن شاء الله، وتتطور أكثر وأكثر إن شاء الله. سبب خروجك من البطولة مبكراً؟ خروج والله بعد يعني مو كل البطولات لازم تروح نهائي وتفوز، والله كتب ليلة أنا اللي يعني. بالتوفيق كابتن. الحمد لله. 2-0 الأسود. بالتوفيق ان شاء الله. المانيا كم النتيجه بتكون؟ 2-0 لمين؟
جاهزة. كاميرا شباب.
كم يلا يلا شباب ايو يوسف صورة يلا اوكي ايو طالع الكاميرا بعد طالع الكاميرا